معي من الرياض دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور محمد. ابرز ما صدر بالبيان الختامي اليوم، كيف سنشهد تداعياته على الارض، خاصه في لو ما بدانا بحاله ما مارسه الانقلابيون والميليشيات من انتهاكات. في وكاله الانباء اليمنيه الرسميه تحدثت عن 1082 حاله انتهاك خلال شهرين فقط للحوثيين. هذا المؤتمر كان ضرورة، خاصة على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الأركان، ليبينون للعالم أن موقف دول التحالف هو لمساندة الشرعية والقضاء على مسببي الفتن من الانقلابيين وعلي عبد الله صالح كعملاء لايران، يعني ولا هم ليس لهم من امرهم شيء الا تدمير اليمن وتجويع اليمن وتجنيد اطفال اليمن لحروب بالانابه عن ايران واهدافها. ولذا هذا المؤتمر كسب الكثير من مما يجب ان يكون واضحا للمجتمع الدولي، ان هناك بكل اسف من الناس لا زال يغرر بهم نتيجة لتقارير خاطئة ومضللة وتستخدم بطرق غير صحيحة وتقدم للعالم على أساس أنه التحالف هم الذين يجنون على اليمن، بينما الواقع الحوثي وإيران، وكما ذكروا في هذا المؤتمر أن فعلا إيران هي الخطر على الأمن والاستقرار، ليس فقط في اليمن إنما في كل مكان في المنطقة العربية. إيران الآن أصبحت محشورة من قبل الكثير الآن ممن أصبحوا يعرفون تماما نوايا إيران من المجتمع الدولي. الحوثيين سيجدوا أنفسهم أمام أما أن يستسلمون لإرادة الشعب اليمني وأن يصبحوا حزبا سياسيا مثلهم مثل غيرهم، يمتثلون للقرارات الدولية ولمخرجات الحوار اليمني ولما نصت عليه المبادرة الخليجية، وإلا سيواجهون مصيرهم ليس من دول التحالف فقط ولكن من الشعب اليمني الذي اكتوى بالسلاح الإيراني على أيدي هؤلاء العملاء الذين لم يتركوا حجرا إلا من المدارس والمستشفيات، من أبرياء، من الصحفيين، من كبار السن، من الأطفال، إلا وألحق بهم الأذى. طيب، سيتغير المشهد في اليمن ما قبل هذا المؤتمر وما بعده دكتور محمد، يعني بشكل عام الإدانة لما تقوم به الميليشيات موجودة، الحديث عن إيران بأنها مسؤولة بشكل رئيس عن فشل مساعي السلام وأنها تغذي النزاع في اليمن، وعلى الأرض الشرعية استعادت 85% من أراضي اليمن، وأكدت بأنه التحالف أكد، وهذا مهم خاصة في الفترة الأخيرة، من أنه كل العمليات تتوافق مع القانون الدولي. مع كل هذا كيف سيتغير المشهد ما بعد ما ناقشتموه وما بعد البيان الختامي؟ أنا أعتقد المشهد فعلا حيتغير، والمجتمع الدولي يجب أن يعرف تماما حقائق الأمور وليس كتلك المعلومات المزيفة والتي لا تعتمد على حقائق ما يحدث في اليمن. بما أن إيران انكشفت نواياها في العراق، انكشفت نواياها في سوريا، في البحرين، في أكثر من موقع، إذا الآن وأصبح المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية صنفت إيران وأذرعها وحرسها الثوري وإلى آخره ضمن المنظمات الإرهابية. صنف يعني عقوبات على الحرس الثوري. لا، عقوبات تماما. وطيب كيف يصنفون مثل هؤلاء وحزب الله أيضا الذي يدرب الحوثيين؟ هؤلاء كلهم خارجين عن القانون، هؤلاء كلهم مصنفين إرهابيين يمارسون الإرهاب على شعب أعزل، شعب يمني يريد أن يعيش. قتلوا أبناء ونساء وهجروا المئات الآلاف من قراهم ومدنهم. أنا أتصور الآن، أتمنى من بعد هذا المؤتمر أن يصاحبها فعلا حملات إعلامية واقعية ومؤتمرات في العواصم الأوروبية والأمريكية المؤثرة
لكي يقنعوا العالم. بكل أسف العالم انخدع حتى من خلال بماذا؟ بما تقوم به إيران وعلى كل الجبهات ليس فقط في اليمن دكتور محمد، كما ذكرت وكل العالم يعرف هذا. بكل أسف لا زال هناك من العالم من لا زال مخدوعا أو لا زال مغيبا عن معرفة الحقيقة. الآن أصبحت الحقائق تماما واضحة، نحن بحاجة إلى أن نوصل للعالم هذه الحقائق. إيران مثلا هي التي تعرق المساعي السلام. مندوب الأمين العام للأمم المتحدة للبحث عن السلام في اليمن، كم من محاولات للسلام، كم من محاولات اللي كذا، ولكن إيران غير راضية عن هذا، فهي التي تبطل كل محاولة للوصول إلى حل للمسألة اليمنية، لأن إيران خلقت لكي تكون دولة عبثية، وعبثية في من؟ في الأراضي العربية، وتقتل العربي على أيدي العربي، على حزب الله، على حوثيين، على ميليشيات الحشد الشعبي في العراق وغيرهم من، وأيضا إضافة إلى الميليشيات التي جندتهم من أفغانستان ومن باكستان، خلقت هذه الانشطارات المذهبية. إلى أي درجة أخذ يعني حيزا موضوع إعادة إعمار اليمن من ضمن ما تم التطرق إليه؟ إعادة إعمار اليمن، وتعهدت دول عدة مفروض على دعمه ودعم صندوق إعمار، لمفروض إنشاء صندوق إعمار لليمن. هذه سيدتي، إيران المتخصصة في التدمير والتخريب هذه وظيفتها. الآن التفكير في إعادة إعمار اليمن وهذا حق مشروع، ولن يقف مع اليمن في الدرجة الأولى إلا أشقائه، وخاصة الخليجيين الذين يضحون من أجل اليمن ومن أجل الشعب اليمني. بكل أسف شرائح من الشعب اليمني مقطوعين بالدعاية الإيرانية وبالدعاية حزب الله. إن السعودية طامعة في ثروات اليمن، أنا ما أدري، العالم كله يعرفون ما هي هذه الثروات اللي في اليمن يعني تطمع فيها السعوديه. السعوديه دفعت بلايين البلايين لاشقائنا اليمنيين منذ على مدى 4 عقود او 5 عقود من الزمن. ما هي المطامع للسعوديه في اليمن؟ المطامع في السعوديه في اليمن لكي يستقر اليمن ويعيش الانسان اليمني. السعوديه بنت مئات، عشرات، يعني ربما الاف المدارس في اليمن من اجل الشعب اليمني، وهذا حق لا نعتبره منه. وبطلب اصلا تم التحالف وبقياده المملكه العربيه السعوديه لدعم الشرعيه في اليمن. هذا صحيح، يعني لم يكن تدخل السعوديه في اليمن فقط، انما كان مدعوما بقرارات دوليه، وكان مدعوما بالاغلبيه الساحقه من الشعب اليمني. صحيح. التي تمثلهم الحكومه الشرعيه، ولكن هؤلاء الشقاق الافاق، هؤلاء إيران مارست العربدة في المنطقة العربية على مدى 3 عقود من الزمن، واعتقدت أن اليمن سيكون لقمة سائغة، ولكن لن تتركه المملكة العربية السعودية ودول الخليج والدول التحالف الأخرى، لن تترك اليمن يكون لقمة سائغة لإيران، لأن هذا يعني تهديد كل ما هو قائم في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. ما تورعوا حتى كمان إرسال الصواريخ البالستية المزودة من إيران الى 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 القرب من مكه المكرمه، ومتى؟ في موسم الحج. هل هذه دوله اسلاميه، دوله جاره؟ هؤلاء مجرمين، هؤلاء مجرمين، مجرمين حقيقه، مجرمين حرب. اين المجتمع الدولي؟ يجب ان يكون واعيا، ويجب ايضا نحن نتحرك وبقوه على جميع الأصعدة. ومن هنا نتحدث اليوم عن اهميه هذا الاجتماع لوزراء خارجية ورؤساء أركان التحالف العربي. شكرا لك، من الرياض كنت معنا دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس شورى السعودي سابقا.